اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم الطالب معتصم زحيكا من جامعة النجاح الوطنية من دفعة التفاؤل. إن شاء الله بدنا نشرح أو إن شاء الله مكملين معكم بفقرة questions and answer مع الطالب معتصم زحيكا للفسيولوجي. إن شاء الله بدنا نشرح سؤال سهل وبسيط إن شاء الله، بس بده شوية انتباه وتركيز. سؤالنا اليوم من غير أي مقدمات طويلة عن مكونات الانتراسيلولار والإكستراسيلولار، تمام؟ هو مثلا بده مثلا حفظ أكثر من فهم. في عنا حسب الخيارات، نفس السؤال هنا حسب الخيارات. فالواحد لازم يبقى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عارف شو معنى الانتراسيلولار والاكسترا سيلولار، وعارف عن شو بحكي، ومن ثم حافظ، تمام؟ خليني اخذ لكم بس اول سؤال وثاني سؤال، بحللكم اياه بس بعطيكم الاجابه لانه هسه بنعرف كيف نحله. خلينا نقرا بس السؤال. ذا انتراسيلولار كاتايون with the highest molar concentration is، شو من الخيارات؟ The extracellular anion with the highest molar concentration is، شو من الخيارات؟ تمام. معلومة صغيرة، كاتايون أو أنايون، حسب ما مصادر بتحكي، حسب ما بعرف، إنه أنايون الأ في اللاتيني معناها عكس وضد، فهي أنايون عكس الموجب، فهي سالب. الكاتايون كات معناها مع، ما هي مع الموجب، إذا موجب. فإحنا لما هنا نيجي نحكي كاتايون إذا موجب، هنا لما نحكي أنايون إذا هنا سالب، تمام. اللهم صل وسلم وبارك محمد. بده أعلى تركيز. الانتراسيلولار والإكستراسيلولار، خليني أسحب لك السؤال على صفحة جديدة وأبين لك وأفهمك يعني لما نحكي لهم إيش يعني معناه، تمام؟ جبت لك صورة من التلخيص، من تلخيصي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. عنا هنا مثلا الحويصلة والوعاء الدموي، عنا هنا نسيج، تمام؟ بدو أكيد النسيج بدو تغذية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. زي ما أنتم شايفين هنا في عنا intracellular fluid ICV، يعني اللهم صل وسلم وبارك محمد، السائل داخل الخلوي، بيبقى داخل الخلية. لكن إذا أنتم منتبهين هنا ومن هنا، تمام، هنا interstitial fluid، سائل ما بين الخلوي، بين الخلايا، وبنحكي له برضه extracellular fluid، تمام. هو نفسه يعني الانترستيشال فلود هو نفسه اكسترا سيلولار فلود اسمه، وهو نفسه انترنال انفايرمنت، تمام. ثلاث اسماء، انترستيشال فلود، اكسترا سيلولار فلود، و انترنال انفايرمنت، ده يعني بيئه داخليه هنا بيتببكه بين الخلايا، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طيب بعد ما عرفنا انتراسيلولار والاكستراسيلولار، هي عرفت مثلا، طب شو مكونات كل واحد؟ مكونات كل واحد جمعت لك اياها ب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، جبت لك صوره لكل واحد وحطيت لك اياهم كانهم زي جدول، تمام. خليني بس انزل لك برضه بصفحه، تمام، يعني محضر لك الصفحات عشان ما ناخذش وقت واحنا بنرسم. اللهم صل وسلم وبارك محمد. طبعا الصور من النت وكذا من مصادر خارجيه. هسه في عنا الاكسترا سيلولار اللي هي اكسترا سيلولار فلود او انترستيشيال او انترنال انفايرمنت، نفس الاسم، والانترا سيلولار داخل الخلية، سأل داخل الخلية. طيب هسا لما يجيب لي هيك سؤال، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، الانتراسيلولار كاتايون، بيجي بيحكي لك الطالب شو في هنا، في عندي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، في عندي صوديوم، هي موجب، ما هو موجب، وهي صوديوم، وهنا في صوديوم، اذا A و B، وبده فوسف A و B، A و C، وشوفي كمان في عندي هنا فوسفات، هنا فوسفات، خلصي. لا يعني الواحد ما يتسرعش، شوي 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 شوي،
صبرك تمام، اقرأ منيح وتستعجلش. The intracellular، هاي الانتراسيلولار، كاتايون، هاي الكاتايون، في عيني تنتين كاتايون تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. في عندي اول اشي، في عندي ايش في الخيارات، في عندي صوديوم بوتاسيوم، صوديوم بوتاسيوم، اذا يا صوديوم يا بوتاسيوم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وخيار الصوديوم ملغي، ليش؟ ليش لغيناه؟ لانه بده انتراسيلولار، وهي الانتراسيلولار في عندي يا الكي موجب اللي هي البوتاسيوم، هاي البوتاسيوم، يا بي يا دي، وعندي المغنيسيوم، المغنيسيوم موجود، لا، اذا بي ودي، واحدة منهن، تمام. هيك قلصنا الخيارات، هيك بنشتغل. ذا اكستراسيلولار انايون، هسا بنروح للاكستراسيلولار، ايش في عندي؟ انايون بده سالب، كلورايد، انتهى يعني هاي دي، انتهى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ليش ما حطينا والله البايكربونات؟ ليش ما حطينا البايكربونات؟ لانه بده الانايون، هاي الانايون السالب بده تمام، وهي انتهى هذا السؤال حرفيا. ونفس الاشي قيس على، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، على السؤال الثاني والسؤال اللي بعده نفس الاشي، اللهم الخيارات بتختلف. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنا الجواب، هنا هو كاتب لك، هنا حاطط لك الاكسترا سيلير، هنا مغير لك شوي في الصيغه بس. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هنا بتطلع جوابها، هنا بيطلع جوابها ايه، وهنا بيطلع جوابها، عذرا، وهنا برضه بتطلع جوابها ايه، وهي حكينا حليناها وطلعت دي تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نرجع لهي الصوره للي بده يشوفها بكل وضوح، نرجع برضه لهي الصوره. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وهيك خلصت فقرتنا اليوم، بتمنى انها ما تكون طويلة وثقيلة، بتمنى انها تكون سهلة وبسيطة وسلسة. وكان معكم الطالب معتصم زحايكة من جامعة النجاح الوطنية من دفعة التفاؤل، دفعة 120. دمتم بألف خير.